عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في غيوسيون باك. درس تاع اليوم هو سويت اريتميتيك. كان مازال عندنا وقت نكملوا سويت جيومتريك. أو برجولي برافو جماعة دوزيام اني ايكو على خاطركم انتوما تقراو اكثر قاعدين من جماعة السيونس دونك هذاك علاش قاعد انا نبجل عليكم. دونك من غير ما نطولوها خلينا نبداو ديريكتومون باش نربحو اكثر وقت ونتعداو ديريكت سويت جيومتريك. دونك نبداو بسويت اريتميتيك. دونك نحكيو القصة نتاعنا اللي نعرفو اللي فما واحد بعده اثنين بعده ثلاثة بعده أربعة خمسة ستة ainsi de suite. بعد نجي نقول لك هنا فما اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة ainsi de suite. نجي نقول لك هنا فما واحد فما أربعة فما سبعة فما عشرة فما ثلاثاش. دونك هنا كي تجي تشوف أشاك فوا قاعد نزيد في حاجة. دونك هنا قاعد ديما نزيد هنا بلوس أن أشاك فوا بيان سور هنا 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 وهنا قاعد نزيد بلوس دو. دونك هنا نحط دو بوان plus 2 نحط 2 point plus 1 وهنا في الاخرانيه قاعد نعمل ا شاك فوا نزيد في 3 دونك هنا plus 3 دونك من القدام جيني plus 3 دونك هذيك هي ليدي تاع سويت اريتميتيك. دونك اللي قاعد نزيد في كل مره نفس الحاجه اوبس كيفاش نفسخ هنا ما يحبش فسخ لحظه بركة الو الحاجة هذيك اللي قاعدين نزيدو فيها أشاك فوا تتسمى غيزون. دونك هنا نكتبها دونك الغيزون تاعي لهنا اللي بالأورانج غيزون هي 3 فوالا نسميها بلوس 3 فوالا بلوس 3 كيف كيف داكوغ. دونك هنا يجوني فما قواعد يجوني أشاك فوا دونك نحيو هذايا باش نكملو نحكيو على القواعد نتاعنا. دونك هذايا تشوف الواحد والأربعة والسبعة والعشرة والثلاثاش يتسميو دي تيرم. اش معناها تيرم؟ دونك هنا يتسميو U اشاك فوا يتسميو U باش نفرقو بين التيرم الاول والتيرم الثاني و اسي سوي. دونك نحطوهم هنا دي زانديس. دونك هنا نبداو بين الاول U0 U1 U2 U3 U4 داكوغ. دونك فما حاجة أخرى تقولي اللي P هو بالنسبة لبرومي تيرم و D هو بالنسبة لدرني تيرم. دونك P جي من برومي و D جي من درني داكوغ. دونك هنا نفتشيخ دو إكزامبل تاعنا اللي P هي U0 اللي هي تيكال أ 1. دونك نحب على U3 باغ إكزومبل نجي نشوف هنا وين U3 أوب 3 دونك 0 1 2 3 دونك هي في الحقيقة 4 العدد. دونك هنا 10 ونجي نشوف هنا D نتاعي اللي هي U4 اللي هي إيكال 13 داكوغ. جوسكيسي كل شيء واضح باهي داك ولدوك. باش نحكيو على سويت أريتميتيك توا فما قواعد. دونك هنا نكملو نصغرو شوية فيها باش نكملو نربحو بلاصة. بارفي. دونك هذوك نخليوها في مخاخنا باش نجمو نحكيو عليهم. الوغ اول حاجه تقول لي تبدا لي سويت تتسمى اريتميتيك لازم فما غيزون اللي هي دونك هي يو ان بلس 1 موان يو ان ايتيغال ا ار. نقول لك يو ان انت منين مش خاطر في يو ان هنا يو ان معناها بو امبورت لو تيرم. دونك ان باش ناخذ ان نتاعي إيكال 3 باغ إكزومبل راه باش نجي نعوض هنا U دونك هاني نحدد بالضبط الـ A نعوضها بـ 3 3 بلس 1 موان U 3 لازم تكون إيكال R. دونك نجي نثبت أنا نتاعي لهنا دونك U 3 بلس 1 اللي هي 4 موان U 3 لازم نشوف قداش قلنا احنا U 4 اللي هي 13 وقداش قلنا U 3 اللي هي 10 دونك هاكا لقينا 3 بالضبط كيما هاذي. دونك أوترومون دي U n بلس 1 موان U n هي ناخو عدد واللي قبله. دونك ناخو هذه نطرح منو اللي قبله لازم تكون 3 اوكي من هذه سي بون. تو ناخو هذا ونشوف من اللي قبله 10 الا 7 3 صحيح 7 الا 4 صحيح ايكال 3 و 4 موان 1 ايكال 3 زيد صحيح. دونك هذايا بوغ مونتري كون سويت اي اريتميتيك. اما بعد ساعات ولا في دوفوار ينجم يعطيك نتاع ترينو معناها كي اللي ما يوقفوش العدد يبدا بواحد أربعة تلقى حتى في 3000 ولا في 1000 3200 ودرا قداش فهمت. دونك تلقى حتى هكا داكوغ. جوست بور تو دير معناها ماهيش براتيك برشا نقعد نتستي بالكعب الكعب بالكعب الكعب اما هكا في مخاخكم موجودة غادي باهي. اللي بعدو قالي دونك نعرفو حنا توا اش قلنا يو ان بلس 1 موان يو ان est égal à R. R, c'est la raison qui me donne. Ben, donc, on va prendre une suite
تتسمى زاد اريثمتيك دو ريزون ار كيبدا عندنا هكاكا كيما قلنا لو باغ اكزومبل هذه السويت نتاعنا دو ريزون ار معلومه دونك راهو عندنا القاعده هذه تولي دونك يو ان ايتيغال يو زيرو بلوس ان فوا ار شنو معناها مثلا قلنا احنا يو زيرو ايتيغال 1 ولا بارفي وقلنا الار ايتيغال دونك يو زيرو ايتيغال 1 والار ايتيغال 3 دونك انا نحب نمشي نشوف قداش يجيني باغ اكزومبل هنا بعد 13 فما بيان سور 16 بعد 16 فما درا شنيا بعد درا شنيا بعد درا شنيا نحب نشوف انا U2 باغ اكزومبل لو 10 هي مش موجوده هنا او ما نجم نطلعها انا توا شنو عملت هنا الان نعوضها ب 10 دونك U0 تبقى كيكا بلس 10 فوا 3 داكور دونك هنا U0 اللي هي 1 بلس 30 دونك اون تو جيني 31 دونك انا كي بدا نقعد نحسب جيني U10 ايتيغال 31 دونك هذيك هي القاعده الثانيه بارفي دونك تستيوا وحدكم كي باش تدخل احسن للمخ بارفي دونك قالي تا واحد اخرى كي بداو اون سويت كي دان اريثماتيك كيما باغ اكزومبل هذي راهم لي بوين ان دو كوردوني ان يو ان لازم يكونوا اليني دونك ما تخافوش باش نصور كل شيء مع بعضنا باش نحاولوا نفهم اكثر اول حاجه باش نصور التراسي اكس واي غريك نتاعي دونك هذا اكس وهذا واي غريك دونك هنا ديما العدد هذوما نديرو هنا اكس وهنا واي غريك كي العاده كي ناخذ ان عندي ان باش نعوضها ب 0 1 2 3 4 داكور دونك هنا باش ناخذ ا 0 ا 1 ا 2 ا 3 ا 4 ainsi de suite نحضروهم شلاك 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 باهي دونك قلنا احنا ال A0 هنا شفت ال N عوضها ب 0 دونك كيف هنا ال N باش نعوضها ب 0 ال N هنا عوضها ب 1 نحط 1 N هنا عوضها ب 2 نحط 2 ال N هنا عوضها ب 3 نحط 3 ونحط هنا 4 باهي توا هنا U N عوض ال N تاع ال U N عوضها ب 0 دونك هنا باش نحط U0 U0 شكوني اللي هي 1 كيف هنا بالنسبة لهذا دونك 1 ال n عوضها ب 1 دونك n u1 حاسب u1 دونك هذيك تكون 4 دونك هنا 7 10 13 طب نحاول نصور لي بوين هذوما اللي كتبتهم نبداو هنا ب x دونك x هذه 0 1 دونك البوان الاول نتاعي هنا a 1 اللي هي 1 4 دونك 1 باش تكون هنا ونطلع 4 مرات الفوق 1 2 3 4 حسب تقريبا دونك a 2 نمشي مرتين على اليمين نطلع 7 مرات الفوق دونك هنا 4 خمسة ستة سبعة ثلاثة على اليمين ونطلع عشرة الفوق دونك سبعة ثمانية تسعة عشرة أبي بخير هنا قال لي البوان هذوما دونك هنا كي نجي نشوف ونصوروهم دونك نلقاو هذايا أ زيرو البوان هذايا اسمه أ أن البوان هذايا اسمه أ دو هذايا بوان اسمه أ تخوا كي نجي نصورهم الكل تجي تشوف تلقاهم أوبس أليني داكوغ بون في التصوير نتاعي مش يكون بالضبط خاطر قاعد نعمل على الهامش أما جوست باش نفصل لكم كيفاش تخدم العملية هذيك دونك أوكي دونك هذا ينفسخ كملنا منها نتعداو القاعدة اللي من بعد دونك هنا قلنا اللي ان ان دو كوردوني ان يو ان لازم يكونوا اليني بون نكتب نيمبورت كومون اما جوست بو باش نفسر اكثر هكا باهي دونك عندي توا كي يبدا عندي دو ريال ا و بي نجم نكتبهم في الفورمة هذي راهي الفورمة هذي نكتبوها دونك هذي يو ان ايتيغال ا ولا نكتبوها بخير بي بلس ان فوا ا علاش كذا كيكا نحب نذكركم بهذي خاطر هذي تشبه هذي برشا بهي دونك بي و ا دونك انا عندي ار و يو زيرو داكور دونك انا بور دير كو كان دبرت سويت تنجم تكتب الـ UN في الفورمة هذي راهو الـ B متاعك هو بخومي تيرم والـ A متاعك هي الـ غيزون باهي تقول دوك مثلا عندي باغ إكزومبل أنا نقول لك أيا أوكي عندي UN إتيكال 3N بلس 5 دونك تعرف اللي أنت هذي هي الـ B متاعك اللي هي U0 وهذي الـ غيزون متاعك أشاك فوا قاعد تزيد في ثلاثة توا في الإكزرسيس نفهمو أكثر باهي دونك اش قاعد يتم دونك الاكسرسيس اللي بعده ولا فنقصد بها القاعده اللي بعدها تقول لي
يقول لك حل. قالت لي يو ان اتيغال يو ام بلس ان موان ام فوا ار. دونك اوكي هنا دخلت برشا حروف او ما تخوفش زاد كيف كيف. كي نحب انا باغ اكزومبل نطابل نطلع يو 17 باغ اكزومبل وانا نعرف يو 4 يو 3 يو 2 يو 1 وكل شيء. دونك ناخذ انا باغ اكزومبل الان اتيغال 17 وناخذ الام اتيغال باغ اكزومبل حاجه معروفه اللي هي 4 وناخذ حاجه اسهل ناخذ 1 داكورتو. الوغ كي نجي نطبق انا هذوما اوبس ام كتبت بالغلط ام 17 اوكي لا لا ستوب ستوب ان هي 17 و ام هي 1 بارفي. دونك كي تجي تشوف هنا U17 يحسب UM M قلنا هي U1 خاطر M إيكال 1 بلس N هي 17 ولا نكتبوها هكا خير 17 إلا 1 فوا R اللي هي الغيزون اللي حكينا عليها من الأول اللي هي 3 باهي. دونك كي نجي نعوض لهنا دونك U17 قداش تكون لي زعما اللي هي U1 هي التيرم الأول U1 باردون اللي هو 4 plus 16 fois 3 donc U17 et 16 fois 3 bon, on est 4 plus 48 est égal à 52. Donc il dit t'as un petit peu de l'ouah 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 de U17 égal à 17. Parfait. Et je regarde il faut les tawaf le sud arithmétique on a dit on a un exercice à roule. Alors j'ai pas les tawanais نحب نحسب السوم نتاع سويت اريثمتيك معناها اوترومون دي 1 بلس 14 بلس 4 بلس 7 بلس 10 بلس 13. دونك انا كي نجي نحسب هنا نلقى ذوما 5 ذوما بعد يجيني 12 22 35 كي ما غلطش. دونك نورمالمون السوم تاع ذوما الكل يجيني 35 على ثبت مره اخرى باش نكون 100% ذوما 5 12 22 35 بارفي. عندي قاعده توا سهله برشا نجم نستعملها باش نحسب ديريكتومون من غير ما نقعد نحسب بالدقايز واحده 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 خاطر كيما قلت لك راهو نبقى نفسر في حاجه سامبل برشا توا اما في الاكزرسيس نجم يكون حاجه طويله كيما عاده اللي حكيت عليه الترينو باه. دونك اس قال لي ايتيغال ان فوا بي بلس دي توا حكينا على بي وحكينا على دي بروميي تيرم وديرني تيرم وكلها على اثنين. اش معناها توا قال لي غران تان grand n هي لو نومبر دو تيرم. دونك قداش عندي الكعب هنا 1 2 3 4 5 داكور. دونك هنا 5 والا اوترومون دي نجم ناخذ n بلس 1. شنو معناها n هذه هو ناخذ اخر تيرم هو هذا 4 ونزيد 1 داكور. دونك تعطيني 5 في بروميي تيرم اللي هو 1 ديرني تيرم هو 13 على 2. دونك طبعا عندي 5 في 14 اللي هي 70 على 2 اللي هي 35. دونك كليمي جاي صحيح فالقاعده صحيحه وما فما برشا باه. توا نتعداو لي زيكسيرسيس باش نتعرف على شنو قاعد نحكي. دونك هذا الكل نصغروه بالصغرون نصغروك هم كان نسقوا حاجه هاو كل شيء بحثنا باخفي هي لي. دونك نظم شويه اوراقنا وفيت ليكزرسيس اللي باش ناخذو هو من الباج في الكتاب تاعكم في باج 55 اكزرسيس 1. دونك قال لي هنا جيني قال لي اوكي سوا لا سويت يو ان ديفيني يو ان ايغال موانز ان دومي ان بلس 5. دونك هنا مازال ما قالش عليها اريثمتيك ولا جيومتريك اما بالنظره كاين نعرفها اريثمتيك. بغيت نواصلوا معاه. دونك الاكزرسيس الاول قال لي احسب لي U1 U2 U3 U12 باهي. دونك على ما بيناتنا ان دومي هي 0 شطر معناها 0.5. دونك نجم نكتبها من خير موان 0.5 فوا ان بلس 5. دونك U1 اللي هو باش نعوض الان نتاعي بال1 دونك هي موان ان دومي فوا 1 plus 5 اللي هي تجيني 4.5. من بعد U2 باش نعوض n نتاعي بال2 دونك موان 0.5
fois 2. Donc à chaque fois, je vais nous faire l'adresse de demain. Fois 2 plus 5, et il y a 4. Moins 0, 5 fois 3 plus 5 est égal à 3,5. On va moins 0, 5 fois 12 plus 5. Donc il y a moins 1. Donc, قاعدين ننقصوا à chaque fois. D'accord ? Ben, بعد قليل كيف جبت المجموعة هذوما؟ Donc هكا U1 est égal à 4,5 U12 est égal à moins 1 U2 est égal à 4 U3 est égal à 3,5 نجي بيان سور نحسب أنا U0 وحدي أما ما حكيليش عليها هو هاي نتبع فيه مانيش بنحسبها بيسكو هو ما قاليش نحسب أحسبها باهي دونك هذايا كمان منو دونك فيني قالي اش قالي توا دو قالي سوا ان ابارتيان ان كالكولي يو ان بلس ان موان يو ان ياكول دونك هنا تشوف فيها يو ان ديجا موجود هذي كلها واضحه دونك كيفاش ندبرها انا يو ان بلس ان سي تخي سامبل كالعاده باش نعوض ان يو ان بلس ان ياكول دونك هنا un plus 1 puis j'ai moins 1 demi n plus 1 match n on va n plus 1 plus 5 moins ça on fait le cause moins 1 demi n plus 5 d'accord donc allez je vais faire heavy fi heavy bad heavy fi heavy il y a moins 1 demi n moins 1 demi plus 5 moins moins, ça tient plus, plus 1 demi, ou moins ou plus, ça tient moins, donc plus, moins 5. Par la fait que là, donc plus ou plus, plus fois plus, ça tient plus, moins fois moins, ça tient moins, plus fois moins, ça tient ah, plus, ça n'est, moins fois plus, ça tient moins. Voilà, autrement dit, qui est le signe kiff kiff, plus plus, cela moins moins, dit mais ça tient plus. Qui est le mouche kiff kiff, ça tient moins. Donc, il y a des kiff kiff, les gars, ça tient plus. هذايا وهذايا ماهمش كيف كيف دونك هذاك عشان عطاوني موان ب دونك انا نسيت ان وتوا نواصلو نشوف توا اللي 5 موان 5 يجي صفر 1 دومي ان موان 1 دومي ان يجي صفر دونك هذيك يجيني موان 1 دومي اللي هي تجيني موان 0.5 دونك تذكروا قبيله كي نحكيو على يو ان بلس 1 موان يو ان باش تعطيني الخيزون دونك هذايا اوترومون دي ما بيناتنا راه هذايا الخيزون نسيت كل شيء ما بيناتنا ب دونك قاي ديدوير كو لا سويت يو ان بلا بلا هذه هي اي اريثمتيك دونك بور مونتري اللي هي اريثمتيك لازم نوري هذه داكور دونك هذايا باش نوري توا اوكي نقولوا نحسب انا قلنا ما هذايا بي اللي هو بروميي تيرم وهذايا ار الاي ربي هي الغيزون دونك الا حسبناه مازال نحسب البروميي تيرم اللي هو يو 0 دونك يو 0 نعوض ان تاعي ب 0 موان 1 دومي fois 0 plus 5 est égal à 5. Ok, donc heavy est égal à b ou heavy est égal à a. On joue au tawa donc le un est égal à moins 1 demi fois n plus 5. C'est exactement pareil que heavy. Donc, à quel cas on a maintenant un suite arithmétique, un tas de suite géométrique. Voilà, ma connaissance pas certes en fait. Kenji Nihu. هذا بارفي بارفي دونك تاو سويت جيومتريك جيومتريك متريك بارفي ونحط لاصق له اللي حكينا فيه تاو هنا نبداو نقارنوا بالكعب بالكعب مي دونك نرجعوا تاو احنا هنا الكتابه تاعنا هكا سويت جيومتريك دونك شنو معناها شنو الفرق بين سويت جيومتريك وسويت اريثمتيك دونك هنا واحد 4 7 10 13 دونك ا شاك فوا قلنا نزيدو في 3 دونك راني نحط 2 بوين بلس 3 بار كونتر هنا في في جيومتريك 1 3 9 27 81 دونك هنا اش قاعدين نعملو قاعدين نضربو في 3 دونك ا شاك فوا قاعدين نضربو في 3 نضرب في 3 نضرب في 3 ونضرب في 3 دونك الفرق بين سويت arithmétique ou suite géométrique. L'arithmétique est dit ma tzid ou la tnaqs.
هذا الجيومتريك هي تضرب والا تقسم. دونك في الكام تاعنا قاعدين نضربوا بيه. دونك كيف كيف القواعد يشبهوا برشا لبعضهم. دونك القاعده الاولى تقول لي اللي يو ان بلس 1 est égal à q fois un. Donc autrement dit, le q est la raison. On a un coup de r, 3 égale à r, on a q égale à 3. D'accord. Quand j'ai un axe à chaque fois, mon coup de l'air, on coule q égale à 1 tiers. En fait, quand j'ai un qui est la raison, q égale à 3, on a fait un géométrique, ou quand il n'a pas le bout. Donc on a un exemple, il y a un est égal à U0 fois Q puissance N. Donc Q, kif kif, c'est la raison. Donc il y a un du M ou N, UN est égal à UM fois Q puissance N moins M. Donc, il y a un donc avec l'estiné, c'est à l'heure de la caméra. Alors, on trafouche, je crois, je crois, je crois, je crois. Mais, le moment où tu t'arrives, je ne sais pas, tu as un toi c'est la b fois a n, donc il suffit de montrer il y a a ou b a b ou a la suite pour prouver les suites géométriques. Bah tu as s c'est le somme il y a p premier terme on a q puissance nombre de termes 1 sur q moins 1. Donc je ne sais pas directement le somme d'ailleurs de colle mais il faut qu'on les calcule ensemble. Donc premier terme il y a 1 fois q la raison il y a 3 moins 1 là, 3 moins 1 l'année ta puissance nombre de termes donc il y a 1 2 3 4 5 d'accord donc là qui il faut elle a u0 u1 u2 u3 u4 donc là il y a n plus 1 il y a 4 plus 1 10 à droite. Alors, bon, 3 puissance 5, c'est pas choix. Voilà. Voilà, je marche là. 3 puissance 5, il y a 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Mithin, ou clé savoir-bien. Il la wehet. Naksmoa à Katalhika. Malané à Katalhiti. Ou naksmoa à la thnin. Katalhita, la wehet, il y a thnin. À la thnin. Genis 121. تقالا 121 طبعا نحاول نجمع هذوما الكل ونشوف كيف بالحق 121 ولا الوغ نبداو بالتالي وحنا نقدمو 81 بلس 27 بلس 9 بلس 3 بلس 1 ترى هي 121 دونك سي سا ليدي مي تعالي تو ديريكتومون للاكزارسيس نتاعنا وهنا نحطو القواعد نتاعنا على جنب. صغروهم هكا ونفسخوا الباقي باهي. الوغ كيف كيف ليكزارسيس مكتب باج 57 اكزارسيس 15 دونك قالي سوا لا سويت بلا بلا دبليو ان ايت ايكال ا 2 فوا 1.25 بويسونس ان. دونك قالي كالكولي دبليو 0 W1, W2, donc on est à chaque fois n à la l'adnet, il y a bali. Donc on est 2 puissance 1, 25 puissance 0, il est égal à 2. Donc 2 puissance fois 1, 25 puissance 1, il y a 2,5. On est 2 puissance 1, 25 au carré. Donc c'est simple calculatrice. 1,25 fois 1,25 fois 2. 325 est égal à 325. Parfait. Donc, déterminer la nature de cette suite et préciser sa raison. Donc, il y a suite géométrique. Hein, déterminer la nature de cette suite et préciser. Voilà. Il y a suite géométrique. Je vais faire à chaque fois radine notre bouffie 125. Où la raison de Q est égal à 1,25. Alors, à l'échelle, nous avons vu la forme de la donc, il y a la forme de la voilà. UN, voilà WN, avec U0, donc il y a U0 fois
raison puissance q. On a كي نقارن بالكعب بالكعبة دونك هاو n هي هذه ولا عندي n هوني. يجيني بعد قال لي عندي هنا في البيسونس n اللي هي q نتاعي q قلنا عليها الريزون ديك علاش 1.25 هي q. من بعد عندي نشوف هنا اللي قدامي اللي هو u0 اللي هو القدامي عندي 2 دونك هذاك علاش ال u0 ايتيغال ا 2 داكور. دونك توا جي قال لي كالكولي لا سوم دي 5 بروميير تيرم دو لا سويت 5 بروميير تيرم معناها v3 ايتيغال بلا بلا v4 ايتيغال بلا بلا بلا. ما نحبش نحسب v3 و v4 اما نقولوا باغ اكزومبل عندها عدد وهذه عندها عدد اخر اما نحب نعمل سوم تاعهم الكل دونك هذه وهذه وهذه. شوف دونك القوه نتاع السويت هذه ولا سويت اون جينيرال الا نجم نحسب السوم من غير ما نعرف العدد هذا وهذا داكوغ. دونك هي باش نجي لحظه خلينا بعد وهذه. دونك كنا عندي قاعده ناخذ القاعده نتاعي هذيك اس ايتيغال ا بروميير تيرم فوا الريزون بويسونس نومبر دو تيرم سور موانز 1 سور كيو موانز 1 داكوغ. دونك هنا نفاس خو هذا و دونك جيني هنا بروميير تيرم قداش قلنا بروميير تيرم هو 2 فوا كيو الريزون 125 بويسونس 5 بقات 5 هذه جات من 5 بروميير تيرم sur 1.25 moins 1. Donc on est qui kiffe. C'est arrivé à l'aïe. Calculatrice. Puis je n'aime 1.25 puissance 5. Puisque je n'aime pas la rica. Donc je n'aime 1.25 fois 1.25. Khamsa marat. Et dit marat. Et dit nina. Et dit tlesa. Et dit arba. Ou et dit khamsa. Et là. 1 على 1.25 moins 1 هي 0.25 من بعد نعمل فوا 2 حاجه بيزار جاتني نيجاتيف دونك راني نعاود سامحني عملت غلطه كيكو با مش لقت بها دونك هذه مرتين هذه 3 مرات هذه 4 مرات وهذه الاخرى به ايتيغال فوالا moins 1 et avec un radi qu'on a sur 0.25 voilà tau fois 2 voilà donc tau j'ai 16.14 ou 41 voilà هذا هو درس تاع اليوم. بومبارديوني لايك بومبارديوني كومونتيرات وقولوا ايش قالكم في الفيديو و à très bientôt.